السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. طيب، احنا نعرف انه المشروع مالتنا هذا، ففي عندنا هنا كونتراكت اللي هو ميتا كوين. نقدر من المشروع السابق القديم ناخذ البوك ستور، تذكروا؟ فنقدر انه هذا نعمل له كوبي، او نقدر انه ناخذ اسمه، تمام، كوبي، ونجي بالكونتراكت نجي نعمل له رايت كليك نيو فايل، نصنع لنا بوك ستور سول. طيب، انا ما راح اعيد كتابه الكود. ليش اعيد كتابه الكود؟ هو اصلا موجود، فمجرد راح اعمل كوبي للبوك ستور هذا كله، اعمله كوبي واجي هنا اعمله بيست، تمام، واعمله سيف. فهذا صار عندي الكونتراكت جاهز، تمام، حاله حال الكونتراكت اللي هو مصانعينه. وهنا بس نلاحظ السوليديتي دا يعمل كومبايل لهذا، فحتى نكون بنفس الآلية هذا نغيره، تمام، ونقوله سيف. اوكي، اند ممكن انه انت تغير الباقيين، يعني على سبيل المثال ممكن تغير هذا هم ايضا، as you wish، حسب اللي انت تريده. فعندنا هنا كل شيء جاهز. اوكي، اند هذا المشروع مجرد انه شنو راح نعمل هنا، نقول له Control C، أوكي، وهذا تتذكروا Truffle Compile، and هنا تقدر تعمل شنو؟ تقدر تعمل Compile to All مثل ما إحنا كنا متعودين سابقاً إنه كنا نعمل Compile لكل المشروع. فش تحتاج؟ راح تحتاج هنا تعمل Clear وتكتب Truffle لين تبدأ داخل المشروع Migrate minus minus compile عفوا minus all minus minus reset minus minus network محمد عيسى، تمام، او مجرد ما تذكر النتورك فقط تعمل reset. هذا راح يمسح كل الملفات السابقه وراح يرجع يعمل compile جديد على اساس لاحظ في عندنا البوك ستور موجود. اوكي، فمن نجي هنا بالاكونت، اوكي، اند هنا راح الاحظ انه صار عندي بالبيلد بوك ستور جيسون. حلو، عمل لك الاي بي اي لل جيسون، هذا كلش مهم. مثل ما عندنا بالميتا كوين عندنا هنا البوك ستور. حلو، اذا احنا اذا عملنا البوك ستور صار عندنا الاي بي اي جاهز وصار عندنا السول جاهز. اوكي، اند وات ايلس، شنو عندنا بعد؟ هنا عندنا لاحظ هنا في عندنا الميتا كوين جي اس اللي هو دا يعمل كونتراكت واند ات شوت، هذه كلتها اوكي ايكوال تو بالانس وإلى آخره، convert to number، nice. نفس الشيء احنا كنا عاملين المن، لاحظ هذا ايضا التست ميتا كوين، تمام، هذا هنا عندك التست مالته الفانكشن same thing، لاحظ هنا التست يعمل لك تست لل الميتا كوين. احنا هنا عندنا البوك ستور وعندنا الجيسون، ذول ملفين نحتاجهم. لو نجي على الاب جي اس، بالاب جي اس هنا نلاحظ انه يعمل ريكواير للجيسون، تمام، وبعدين يجي يستخدمها هنا. فنقدر نعمل كوبي لذول الاثنين وننزل جوا، ونفس الشيء بالنسبه لمن؟ للبوك ستور. انت هنا عندك البوك ستور كونتراكت، تمام، فاذا جيت هنا هذا يريد منه؟ يريد الجيسون مالته اللي هو bookstore.json اللي موجود بنفس المسار. لاحظ هنا أنا bookstore.json، فأقدر هنا أقول له أنه موجود شيء اسمه bookstore.json، and هنا bookstore، أوكي، artifact أعتبره، and هذا أعتبره bookstore var bookstore، أوكي. بالموديول اكسبورت او ماجل اكسبورتس ستارت فانكشن كول باك سيلف، وهنا دا يجي يعمل لك الميتا كوين دوت سيت بروفايدر للكرنت بروفايدر،
وبعدين سيلف يجي يحصل لك الاكونت، تمام؟ وهنا يقول لك الاكونت اذا كانت ما موجوده او not configured. And then عندك هنا refresh balance، عندك هنا البوتستراب، هذا المن، هذا اكسبورت لكل هذه العناصر اللي موجوده هنا. لاحظ في كل مرحله set coin، and هنا الانستانس اللي احنا كنا نعملهم في داخل الترافل كونسول تذكروا، هذه كلها موجوده. اوكي، فنفس الشيء نقدر انه على سبيل المثال هذا البوك ستور ايضا نستخدمه. يعني هنا عندك ميتا كوين دي يعمل سيت بروفايدر، نقدر ايضا البوك ستور ننطي له بروفايدر لل ويب 3، تمام؟ حتى يقدر انه يربط البوك ستور مع الحسابات self.accounts، ويجي يطلع لك الاكونتس هنا. هنا ريفرش بالانس الاكونت اند var self ميتا كوين سيت بروفايدر، اوكي، اند للكرنت بروفايدر. هنا ايضا نقدر لاحظ هنا نفس الشيء طبعا هنا دي يستخدمه، بس لكن هنا ايش دا يعمل؟ دا يعمل deploy حتى يجيب منه get balance. تذكر احنا عندنا ايضا بالبوك ستور عندنا شيء اسمه sell book and get book، فهنا عندك ال get balance هم عندهم، وعندك هنا ال set provider var meta and deploy لاحظ send coin and refresh balance. هذا الكلام كلها نقدر نطبقها المن، نقدر نطبقها طبعا هذا بالنسبه للفانكشن مال منو، هذا بالنسبه للريفرش بالانس، وهذا بالنسبه للسند كوين. هذا الكلام نفسه نقدر نطبقه المن، نقدر نطبقه لصديقنا اللي هو بالبوك ستور. خلينا نجي نعمل هنا السيف اند نجي هنا this one I think no this one لا يمكن هنا أنا كان ال npm no مو هذا هنا أتصور. نجي نعمل clear and npm start خلينا نشوف إذا ما في مشاكل. لا ما في مشاكل، فإذا جيت هنا أنا عملت له refresh and that's it شغال، ما عندي مشاكل هنا أنا. nice get accounts حلو. إذا كل هاي العناصر شغالة، أضف إلى ذلك راح نحتاج انا راح اعملها ك API، فما دام اشتغل مع الاي بي اي معناته انه راح احتاج لي بوستمان. بوستمان تطبيق جدا رائع، هذا هو البوستمان، نعمل عليه كليك. فكرته انه يعمل لك تيست للاي بي اي اللي انت تصنعه، اوكي، هذا يحتاج لموضوع الاي بي اي. فعندي شيء اسمه اي بي اي كلاينت بالبرودكت اند داونلود الاب، فياخذني هنا. طبعا في نسخه لينكس وويندوز وماك. بالنسبة للويندوز في عندك 32 بت و 64 بت، وعندك لللينكس 64 بت، والماك أيضا 64 بت. فإذا ضغطت هنا داونلود راح يقوم بتحميلها، لاحظ راح يحمل لي البوستمان اللي هو 89 ميجا. بعد ما يحمل البوستمان تقوم بتنصيبها بالويندوز، هتصور نكست 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 نكست، باللينكس رأسا ران، أوكي، أند تنصيبها سهل. يعني هذول الجماعة اللي يشتغلون أي بي أي نلاحظ انه بوستمان تم تحميله، لو اجي اشوف مكانه هنا موجود. فبالنسبه للماك سحبوا افلات بالابلكيشن، طبعا اذا كان موجود سابقا مجرد تعمل ريبليس، اذا ما كان موجود هو راح يعمل له يعني اضافه. فنجي المفروض انه احنا هنا عندنا التاب للتيرمينال، خلينا نجي نصنع ديسكتوب اخر، وهذا الديسكتوب راح نشغل بيها البوست مان، اوكي، اند فيريفاي بوست مان اوبن. طبعا تقدر تسجل بيها ايضا كحساب، انا مسجل عن طريق الجوجل. يفيدك شنو؟ انه كل العمل مالتك يقدر يحفظها بالكلاود، هذا شيء رائع، اوكي. فهذا هو شكل البوستمان، تمام؟ هذا سيف تشينج، خلي نغلق هذولا، هذولا كلها ما احتاجها، سيف تشينج، اوكي؟ بهذه الصورة راح يكون، اوكي؟
طيب هذا البوستمان صار عندنا حاضر، وعندنا هنا راح نعتمد على الاي بي اي مثل ما احنا ذكرنا في الفيجوال ستوديو حتى نصنع الكلاسات مالته الخاصه. تمام، فنقدر هنا، او خلونا نعملها بالدرس القادم. مع السلامه.